الخطوط العريضة، الكل يسمع، رجاء لا تحرجوني. اتصدق انه واحد عم يحكي مع فيه وقول له سكوب. انا بنعمل شغل صغيري، بس انا وياك سوا بنبدا نطلع ونبدا مع بعض. بنبدا شغل صغيري، كيف بتعرف؟ بس بدنا نبدا شغل صغيري، نحن شغل ايقاعي متعودين عليها بالمنتدى حركي قبل الدرس. ما بقولوا هلا نعمل كل التطبيقات، رح نعمل سلسله اثنين واحد كل سوا ايقاع يزبطيكم معي. واحد اثنين ثلاثه. Thank you.
بس تطبيقات، حتى انا ما رح احكي حتى لفكره درس تطبيقات، رح احكي انه حتى خرجنا ان شاء الله من المعهد كيف نحن رح نكون اساتذه ناشئين لهالماده معي، وما نكون تقليديين حتى بهالماده معي. واضح مع المؤشر او بدون مؤشر
كان وش بسأله وش حتى تلاميذ ماني مخلاه لا حركي وأنا ضابطة كل يوم. ضبط الشعبي طبعا هلا كمان بنحكي بشغلة ثانية إنه الصوت بالوقفة ويتحرك بون ماسكي كل طلابي شعبيتهم وشخصيتي أنا. قراءة النشيد قرأت انتبه للأحرف المثلية انتبه للتشكيل طبعا لازم يكون النشيد مكتوب كرتون على كرتون كواسيب مو على اللوح كواسيب ما بقدر اتكلم انا من الناس 30 ألف بالبيت قصيتها هاي انا اليوم كل الوسائل عشان بحكم اياها ماني عامل شيء غير كلمه بس طباعه الرسوم باقي كله بخط ايدي حتى كراتين شو ما كانت عندي بقصه انا قصدت انه ما نتكلم انا زميلي زميلتي خطه حلو تعالي ساعديني مشاركه بين الرفقه كمان حلو اذا كتبت على كراتين كراسيلي ما بدي اسمع صوت صبايا شباب كتبتها قرأت التلاميذ بصوت واضح بمراعاة التشكيل مراعاة الأحرف اللغوية بعد قراءة النشيد عنا شرح المفردات تقولي هوني حاطة بنون ومرقم شرح المفردات يلا فلانة شو معناتها الكلمة شو هاي معناتها الكلمة القطعة نرجع نقول فكرة مشاركة التلاميذ مشاركة التلاميذ طبعا قراءة النشيد قرأت أنا أول مرة ثاني مرة بيقولوا أنت جماعيا بتطلع هيك كمان ما بقضي القصة كلها قراءة ما عندي إياها بس قراءة بس بنتبه إذا في كلمة صعبة بالنطق عيدها مرتين الباقي قرأت أنا مرة قراءة إيقاعية واضحة بيبلش طالب طالبة قرينا خلص شرح المفردات لازم تكون مشاركة الطلاب كيف يعني يا أنسي بالطريقة الاستنتاجية أنا مثلا إحدى الأمثلة عندي في أغنية أزهار جميلة في حديقتي جيب ورقتين زاهية قوية محتي فاتحة وقتي نعمة بطلع للطلاب بقول شو هاي؟ بيقولوا لي زاهية قوية يعني شو؟ فاتحة نعمة من خلال المقارنة بيناتهم طلع معي إنه الطلاب أعطوني الإجابة ما أنا اللي أنكر صارت هون الطريقة استنتاجية وشاركت شغلة ثانية شرح المفردات في عندنا في اسمين شرحت بدي اسجل على السطور بدي اسجل على السطور فلذلك لا تنسوا هاي الفقرة اذا شرح المفردات شرحت استنتاجي وكبرت على السطور الفكرة هون كمان في عندي شرحت خلصت كمان فكرة الشرح عندي شرح مفردات وشرح معاني نشيد كمان كثير من الاحيان لما بضطر نشرح نعطي فكره النشيد كامل في عندي مثلا كمان عندي اغنيه شمس الاطفال مو بس لازم اكتفي مثلا باغنيه يا يدها يا حرير حرير يعني كذا لا لازم اشرح فكرتها عن الام عن حميه الام عن هي لحتى توصل فكره النشيد لتلاميذ الطلاب هاي فكره شرح النشيد نبلش هون خلصنا يلا جلسه صحيه انتبهوا علي بعطي الايعاز لحتى فقرة جديدة من مراحل سنة يصير الدرس بالتشغول بالعزف على آلة الأكورديون أو الآلة اللي بعدكم بس هي آلة الأكورديون هي آلتنا الأساسية عزفت النشيد بلش بالفقرة التالية عزف غناء في صوت صبايا شباب نبلش هون فيهم سمعت عندي بلش هون عزف غناء النشيد هلا اللي صوته بيساعد انا من الناس بحب انه يغني النشيد بحكم صاحب في عندنا طلاب كثير ما بقدر انه تعطيني النغمه الصح بصاحب الاله خليك امام صاحبه الاله خلصت من العزف صار عندي شغله بتهيئه الحلاجه اغلب طلاب لما بنزلوا على المدارس بينسوا تهيئه الحلاجه انا اليوم اعطيتكم فكره الا باللوح والسموم مبلج او درجه طالع او مدرجه بسيطه او مثلا انا منها شفتها وسيله ومنها تذكرني بمرحله تهيئه الحلاجه اذا تنتين اشتغلت بطريقه شوي ذكيه انه انا شفتها كوسيله وجبتها شيء اتذكر من طور تهيئه الحلاجه هيا للحلاجه بنزلنا من نشيد الان استدلال او استسلام للاناشيد دائما بيعطونا شو سلم النشيد
عزفنا؟ طبعا لما بلشوا الكلام انا من الناس اللي بحب انه ولا بنعمل صار بقول حكينا حكينا يلا قوم قيام جلوس تنفس حركة تنفس الحركة الجلسية الموسيقية اعطيته الإيعاز هيك شوي حركوا حاله بالروتين الدرس وقعد الجلسة الموسيقية مو متكلف جلسة موسيقية بس اني ماني نايم اغلب الطلاب بتكون نايمة على الدرس. خلصت من مرحلة تغيير الحناجر جينا للشغل يلي هو التنظيم يلي هو شو يعني التنظيم؟ كل مقطع عملت المقطع الاول مع الايعاز مع الايعاز دائما ننتبه قلنا بعطي ايعاز واحد اثنين ببلش بالفقره كامله لا تنسى فقره الايعاز. خلصنا التنظيم صححنا الاخطاء هون بتبلش تبين معنا انه الطلاب وين اللي اقوى من طرقنا فينا وين مثلا عندي ايعاز مرتين وين عندي ايعاز مثلا من الاول وين اللازمه وين المقطع الاول هون بحدد بالطلب. خلصنا حته نبلش بالبناء الجماعي يلا نبلش نعطي الايعاز مره ثانيه ونبلش مجموعه كامله. هلا نبلش بالبناء الزمن انتبهتوا؟ ما بعرف اذا بنقدر نطلع من الطاوله عندي اذا مطلعين بناء الجماعي بناء الزمن بعد ما خلصت بنطلع على بناء الزمن اشتغلت هاي الاشياء هذول بضل قاعدين مستحيل مستحيل دايمين يلا انتوا على الاقدام انتوا سقف أو قناتي القاعدة أو إلى آخره. اشتغلنا بنقيم ممتاز غير ممتاز خلصنا ببلش هون. أنت اشتغلي بالعكس أقلام بحرك الكلمة. خلص هون خلص معلش تلتقى في زمرة أحلى. أنت أحلى لأنه إيقاعك أحلى. أنت لأنك حفظتي أنت لأنك ربطتي هون أو لأنك شاغلتي بهاي الحركة بعتي تقييمك بمرحلة الزمرة. طبعا ما بنسى انه يتحرك اذني ما ضل واقفين جنب، هلا انا مثلا كنت متوتره قبل ما بلش درسي لما ببلش الواحد خلص بيندمج بالدرس، فانتم دخلوا وندمجوا بدرسكم. خلصت بناء الزمري مثل ما حكيت انه الكل بده يشاركني بهاي المرحله. عندي بناء الافرادي، انت عم تغني الجماعي ببين معك الطلاب المتميزين، زي صبايا الدرج الاول ببين معي الطلاب المميزين. بتطلع يلا بين معي مع مصاحبتي الآن مصاحبتي الآن ملاحظة بالغنائي بالإفراد أنا لما بغني لما بغنوا الإفراد الطلاب خفف صوت الأكورديون لا تعلي المنفاق خفف صوت مشان يطلع مشان يطلع وبشتغل بقيم إذا صار في أخطاء بصححها بعطي تشجيع خاصة بالإفراد التشجيع كمان انا احدى الافكار اللي قلتها التشجيع مو بس بالاحسن الممتاز والى اخره عندنا التشجيع ممكن بالصور ممكن بحبة المربى الى اخره بس عندي انا حبيت نرجع لفكره انه يكون في اهتمام عندي بشتغل شغلات بصنع ايدي ومن الشغلات البسيطه اللي عندي اياها بالبيت هاي الافكار انت غنيتي درسك اللي انا مهتمه انا بشتغل درسي فانتم فيكم تاخذوا حتى من الافكار على وسائل تشجيعيه لكم شجعت بالافرادي شكرت ارجعت خلص الدرس؟ لا عندي قيمه بس كل درس موسيقى في له قيمه اما المحافظه على الاشجار المحافظه على الالات الايقاعيه المحافظه على البيئه بر الوالدين الى اخره بعطي قيمه حب الوطن بعطي قيمه للدرس يلي كتبت كدرس نجي زرقوني رقم 11 قيمه للدرس والنقطه الثانيه هي الفكره الثانيه يلي هي هلا راح نشتغل ناخذ درس اطلاقا بالمناهج الحديثه الا ما في فكره تعليميه بدك تكونيها في صوت يا صبايا شباب في فقرة تعليمية هي اللي بتبني الدرس، هون بتبلش الأفكار الحديثة إما بنرجع إما بختار فكرة من التعريف يلي هي مثلا عندي هون واتساب هلا هون فيني مثلا أعملها بخط إيدي وجيب اسمها من الصورة على صفحة واتساب أو إلى آخره
Thank you.
اسمع كيف انا رح اشتغل وراح يبلشوا معي وراح تفوت كلها بنفس الحركه اللي طبعا بتعلمت الله ما عندي حزه بس ليش انا عملت هي الحركه مشان ننميها شوي شوي ننميها بطريقه اللعب Yeah.
شيلوا له حتى كل يوم هاي وقفتي هيك شبينا كثير يسألوني انا يا هلا هاي الحركي هي لعبي يطلع لي كمان يا يلا، أرجيني درجة مية على أي سطر؟
تقبلش انت تبرميلي راح تطلع معك. يلا برمي لحتى يطلع معك رقم واحد. هاي صول لا اثنين كون هاي على مثلا هون السطر الاول بتكون بلعبه معينه من هالالعاب وبوزع فيها. شكرا لك برافو عليكي. عندي باحدى اللعبه من هالالعاب حققت انه حفظوا الدرجات الاساسيه اللي على السطر مثلا. وحده ثانيه بشتغل فيها على الفراغ، الفاعل الفراغ الاول اول. او لعبه ثانيه بنفسها هي فكره اللوحه الايقاعيه. اللوحه الايقاعيه عندنا هي فكره مثلا عندي السوداء صفر واحد. خلي حدا من طلابي مثلا السوداء يبرم كل حاطة رسمة شكلها يبرم على زمن واحد. المستديرة كم زمنة؟ المستديرة قد ايه زمنة؟ أربعة اسم فبيبرم على رقم أربعة. بيقعدوا أكثر من وحدة وبوزع بين الطلاب فيهم بيشتغلوها اثنين اثنين بينهم وبين الفئات بلعبة بسيطة بحفظها وعمالة كمان بلعبة.
عطيت هلا الافكار وعطيت المتدرب كيف بده يشتغل من مراحل سيلفس، الملاحظات يلي بس الملاك اللي عطيتها ممكن كثير من الاحيان رح تيجي الدكتوره ليلى تشوف شغلنا بالمدرسه بتفوت طيب بدها تقول الدكتور معي شو عم يشتغل بيكون مع دفتر مو ضروري حط بحث اي دفتر موجود عندك كل زمر وكل طالب قبل ما يفوت على درس الفيه بعيد والكلام كل طالب بده يكون كاتب بنود مراحل سير الدرس والملاحظات يعني النقد عليه علامة حضورك عليه علامة اعطاء الدرس عليه علامة مراحل سير الدرس مثل ما كاتب تعمل يكتب الإثارة قرأت إلي عزمي 12 فقط أنا تفكي 12 شوف الإثارة كانت جديدي تعمدها بالوسائل مثل جديد تعمدها بالوسائل إلى القراءة لم تنتبه إلى التشكيل لم تلاحظ الأحرف اللغوية بكتب ملاحظتك شرح المفردة شرحت المفردة وقامت بالطريقة الاستنتاجية ولكن لم تسجل الكلمات على السبورة بعطيها ملاحظة هون العزل جيد غير جيد عندي تهية الحناجر قامت بتهية الحناجر ولكن ليس بسلم المشي كل ملاحظة يعني قبل ما فوت وظيفة قبل ما فوت انا زبرتي او اي زبرة من الهد بدي يكون كاتب الجميع طلابنا اللي معنا بالزبرة بدي يكونوا كاتبين خطوات راح يصير الدرس للبطش هلا خلصت ملاحظاتي خلصت مراحل سير الدرس انت كنقد في عندك ملاحظات بعد ليش هيك اول شيء تحفظ انت مراحل سير الدرس بتكون عيونك عارفيها مالك بلتقي لا موبايل ولا عم بكتر ولا باي فكره ثانيه عندي ملاحظه شخصيتي المتدرب طبعا هاي حلوه ساعه هاي ورقه رح نوزعها شخصيتي المتدرب متمكنه ضعيفه مرنه مرحة إلى آخره. عندي تفاعل الطلاب، كانوا مفاعلين ولا كانوا لا. عندي الفكرة الثانية وقفة المعلم، كانوا مناسبين، حرك بين الطلاب، كانوا وقفتوا على السبورة بشكل صحيح ولا كانوا وقفتوا هيك؟ لا، بدنا ننتبه. عندي صوت المتدرب، شايفين الملاحظات؟ أنا من شان ننتبه علي كمان أنا انتبه علي بالدرس القادم اللي بدي أنا أتعلمه. صوت المعلم، تشجيع التلاميذ، كيف كان تشجيعه؟ تشجيع جيد ولا نساء هاي المرحلة عندي في عندي شيء اسمه كمان البنود المناهج الجديدة عصف الذهني يعني أنا في عندي مشكلة أو الطريقة الاستنتاجية بدي خلي عقل هالطالب اختصار بدي خلي عقل هالطالب يشتغل معي مو أنا بعطي كلمة بدي يردد وراي لا طريقة مثلا الشرح اللي شرحت لكم إياها الطريقة الاستنتاجية أو طريقة طرح مشكلة فكرة معينة وهو بده يلاقي الحل لإلها عندي تفصيل ناجح على اللي شرحت لكم اياه هلا انا برجع بعيد قام فيها ولا سال سؤال وقال يعطيك العافيه اسلم وكيف لك فقره ثانيه ولا رجع عاد بطريقه داعمه اكثر عندي ترتيب الصف شوف التعريف الصف العنوان الوسائل عندي مثلا فكره الحكمه كثير عندي اناشيد فيني اختار حكمه عن موضوع اناشيد تراث عندي الصورة عندي أعطاني العاد الجلسة الموسيقية التنفس تمارين التنفس بين الشهيد والسفير كمان بالإضافة للوسائل شو استخدمها بكتب لهم المستخدم وسائل جديدة كذا وكذا حفظ النشيد حفظ النشيد ولا ما حفظته بالإضافة لمشاركة التلاميذ مع الأستاذ هاي هي مراحل سير الدرس كل مرحلة والانواع اللي كنا نحاول قدر المستطاع انه نصيبكم اياهم لكم مخلصه ما بدنا طرق تقليديه ما بدنا غير اهتمام الطالب لانها بنجاح. هلا كل الحكي راح نطبقه احنا بحرس بلاد على ارض الواقع بنشيد من اناشيد من حاجه الحديث
الافريقيه على الاقل الايطاليه لانها هي من صاغ الالحان واعطى هذا النجاح لتلك لكن الالات الايطاليه لم تكترث بهذا الكلام وقامت بحركه ونشيد رائع فقامت العصا وأعطت الدف وجاء الدف أعطانا السد النقر الأخف وجاء المثلث متحمسا وجاءت الشياطين فرقة ثم تشاركوا جميعا وأعطونا نشيدنا لهذا اليوم مع مصاحبة الآلات الوترية والنفط. سوف نبدأ درسنا لهذا اليوم مع مشاركتكم جميعا. نشيدنا اليوم عن الآلات الإيطالية. عن الآلات الإيطالية. Ha ha ha.
طفل بعد اسنان سوف يعزف لنا، فهو اصل المشكله الذي تباهى على الالات الايقاعيه بعزفه على الكمان. وانت ليس Thank you.
المصفقات هيدلنا على الفعيل. هون الشباشة المصفقات وين المصفقات؟ ما في شيء التوزيع. Thank you.